أوعدكم أنه يكون في هذا الأسبوع أسبوع حافل، كله أكشن، كله مفاجآت، كلها أناشيد، هزيج، قصيد، نشيد، مسرحيات، والقادم أفضل. أعطيت كل واحد منهم 100 ريال، وهم يستاهلون أكثر، لكن يدرون بالأموال الرصيدية أنها نادرة وصعب الحصول عليها. بإذن الله أنا عينت لي 5 من الشباب، وبإذن الله أنهم يقومون بالعمل على الوجه المطلوب، وفنت المهام عليهم وجعلت لهم هيكلية مخصصة معينة يمشون عليها وخريطة عمل، وكان عندنا ورشة عمل قبل أيام عقدناها سوية مع الأفراد. يمكن أعطيهم من 25 ريال، لأني أحتاجها أنا، وهذه لا تتعلق بكرم الرجل أو بعدم كرمه، يعني هذه أموال رصيدية لا يوازيها أي عملة نادرة. عندي طريقة قاسية جدا 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 لكل من تسول له نفسه أن يمس هذه القرية بأي شيء يسوء بسمعتي أو يتسبب لي في خصم. كلهم إن شاء الله بثيت فيهم روح المساعدة وروح الاجتماع وروح الأخوة، وإن شاء الله أن كلهم يعتبرون مع الخمسة هذولا، ما في 5 بس، كلهم سوا. لا أحتاج أنا أسوي جولات تعقيبية على الشباب، لأني واثق فيهم بإذن الله أنهم يمشون الطريقة المعينة والهيكلية اللي قد رسمتها لهم. أسوأ خبر وصلني أن الخصم بيكون أكبر مما سبق عليه، وهذا هو الذي جعلني أكون حاذق وحازم في عملي. أنا والأفراد المتواجدين معي أنا أسميهم الصقور الحائمة، لأنهم فريدين من أنواعهم، ما يمشون في الأرض، طيران، الله يوفقهم ويسر أمورهم. فبإذن الله نكون على قد الهقوة، وأشكر كل من دعم أبو حور وجعله يأخذ الأوسكار ويأخذ الشيخ القرية، وهذا دليل على دعمهم، ومثل ما أعطوني الثقة بإذن الله أني قد الثقة، وأني لا أرد جمايلهم بكل ما يعجبهم وكل ما يجعلني في عيونهم فوق النوايف. أشكر أخواني وزملائي الذين جعلوا أبو حور في هذه المرحلة، المتسابقين الذين أحبهم ويحبوني وأعتبرهم أخواني، وأتمنى منهم التعاون معي، لأني حازم، وإذا غضبت اتقي شر الحليمة إذا غضب، إذا غضبت ما عاد أشوف، يمكن ما أنام إلا فوق الهنجر.